دار محاربة الجريمة بشتى أنواعها بالوسط الحضري، وبعد استغلال معلومات وتلقي نداءات من مواطني أحد الأحياء الشعبية بولاية بسكرة عبر الخط الأخضر 1548، تمكنت قواتنا بفرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة من وضع حد لنشاط عصابتي أحياء من خلال توقيف 8 أشخاص مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 29 سنة، كما يبقى آخرون في حالة فرار، مع حجز أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس، سيوف، سكاكين، خناجر تم استعمالها في الشجارات. بعد التنسيق مع النيابة المحلية واستكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي بموجبه سيتم تقديم الموقوفين أمام العدالة.